السلام عليكم ورحمة الله من استديو الأخبار، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة، وإليكم أبرز العناوين. إعلان دستوري يضع اللجان الحوثية محل مؤسسات الدولة. مجلس شباب الثورة يعلن رفضه المطلق للإعلان الحوثي. مسيرات وجبهة الثورة في صنعاء وتعز وإب ترفض الاستبداد والعنف. إلى التفاصيل. استكمل الحوثيون اليوم سيطرتهم على الدولة وسلطاتها من خلال الإعلان الذي تضمن حل مجلس النواب وتشكيل مجلس وطني من 551 عضوا. يتولى تشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء لإدارة المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة عامين، كما أعطى الحوثيون في إعلانهم الحق للجانهم بأن تكون محل الدولة ومؤسساتها. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي ياسر حسن من عدن. أستاذ ياسر مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسر. أولا، كيف استقبل الشارع الجنوبي هذا الإعلان الحوثي المسمى بالدستوري؟ الشارع الجنوبي استقبل هذا الإعلان الدستوري الذي أسماه الحوثيون بهذا الاسم بالرفض والاستنكار لما قام به الحوثيون من إعلانهم هذا الإعلان الدستوري، واعتبر الجنوبيون جميعا أن هذا الأمر غير صحيح، ورفض كل الجنوبيين كل أبناء الجنوب هذا الإعلان الدستوري. وقد أعلنت حتى بعض المحافظات وبعض الكيانات رفض المطلق لهذا الإعلان الدستوري. فالحراك الجنوبي قد أعلن مبكرا أنه رافض لهذا الإعلان الدستوري، وأن من ذهب من الجنوب ليقول أنه ممثل للحراك أو لأبناء الجنوب فأنه لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل الحراك، ولا يمثل أبناء الجنوب. أيضا قبل قليل صدر من حضرموت رفض كامل لما جاء في الإعلان الدستوري، واعتبر أبناء الجنوب في كل مناطق الجنوب أن هذا خروج عن الدستور، عن القانون، عن الشرعية الدستورية. وأيضا معظم أبناء الجنوب يؤيدون شيء واحد هو فك الارتباط وحق أبناء الجنوب بتقرير مصيرهم. طيب ياسر، ربما هذا بالنسبة لي أبناء الشعب ككل، الشعب الجنوبي ككل، لكن نتحدث عن النخب الجنوبية، هل صدرت عنها أي مواقف من الإعلان الحوثي المسمى بالإعلان الدستوري؟ نعم، حتى النخب الجنوبية من كيانات سواء كانت أحزاب أو الحراك، فصائل الحراك، أو حتى من السياسيين الجنوبيين البارزين، الكل أظن أن هناك إجماع كامل على رفض ما قام به الحوثيون من هذا الإعلان الدستوري، لأنه شيء لم يتوافق عليه أبناء اليمن جميعا خاصة في الجنوب. فالكل يرفض هذا الإعلان الدستوري، والكل عبر عن استيائه مما قام به الحوثيون. فكل من ذهب من أبناء الجنوب بتمثيل الجنوب لا يمثل إلى مكة. وحتى من السياسيين المعروفين خارج هم من الجنوبيين، من قادة الجنوبيين السابقين، رفضوا هذا الإعلان ورفضوا المشاركة فيه. طيب أستاذ ياسر، برأيك ما هي توقعاتكم خلال الفترة المقبلة من الشارع الجنوبي ومن النخبة على وجه الخصوص في المحافظات الجنوبية؟ أولا، من الشارع الجنوبي نتوقع أن تخرج هناك مسيرات رفض لما قام به الحوثيون سواء كان في عدن أو في حضرموت أو في كل مناطق الجنوب. البعض قد يخرج رفضا لما قام به الحوثيون ويؤيد الشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس هاري والحكومة، والبعض الآخر وهم الأغلبية
نعم. سيخرجون نصبا لما قاضي الحوثيون والمطالبة بحشد أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم. أما النخب الجنوبية فلا شك أنهم رافضون لذلك. نعم. وأظن أنهم سيعملوا على توحيد رؤاهم والاجتماع حول ما سيتمخض عن المستقبل القريب. نعم. لأبناء الجنوب في ظل ما يحصل في صنعاء من قبل الحوثيين. المحلل السياسي الأستاذ ياسر حسن حدثنا من عدن، شكرا جزيلا لك. أعلن مجلس شباب الثورة رفضه المطلق لما وصف بالإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي المسلحة مساء اليوم، واعتبره اغتصابا للسلطة واعتداء على حق الشعب اليمني في اختيار حكامه ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم. وقال المجلس بأن صنعاء اليوم غدت عاصمة محتلة من قبل الحوثيين الذين اغتصبوا السلطة وقوضت الدولة وكل ما يصدر عنها، وما تتخذه من إجراءات باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والأقاليم خارج العاصمة المحتلة. وطالب المجلس هذه المحافظات بإدارة شؤونها أمنيا ومدنيا وعسكريا والتصدي لأي محاولة لاجتياحها من قبل جماعة الحوثي المسلحة حتى تحرير العاصمة واستعادتها من سيطرة الجماعة المسلحة. ودعا البيان جميع اليمنيين إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذه العربدة الحوثية ومقاومة سلطة هيمنة ميليشيا التي تبدو مصرة على المضي بمخططاتها الإنفرادية والاستعلائية في محاولة لتغيير هوية البلد السياسية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الغني الماوري الأمين العام لمجلس شباب الثورة. أستاذ عبد الغني مرحبا بك في البداية. أهلا وسهلا أستاذ عبد الغني، بداية كيف تقرؤون الإعلان الحوثي الذي صدر اليوم أو ما يسمى بالإعلان الدستوري؟ في الواقع هذا ليس إعلانا دستوريا، أن الإعلان الدستوري يجب أن يصدر من جهة شرعية ولتغطية فراغ في السلطة، فيما الواقع اليوم في اليمن يقول أن الجهة التي أصدرت هذا البيان هي ميليشيا غير شرعية. والأمر الثاني أن هناك افتاءات على الشعب وأن هناك محاولة للسيطرة على الدولة والهيمنة عليها. نحن بصدد إعلان دولة إيران داخل اليمن، هذا نعم. ببساطة يعني. طيب أستاذ عبد الغني، ما هي الخطوة التي ستقومون بها كشباب ثورة بعد هذا الإعلان الانقلابي أو ما يسمى بالإعلان الدستوري الحوثي؟ الدولة ليست نعم الدولة الدفاع عنها مهمة الجميع، ليست مهمة شباب الثورة وحسب. نعم. الآن الشباب خرجوا في الحديدة في مظاهرات، في صنعاء هناك اعتقالات لبعض الشباب الذين خرجوا لساحة التغيير، وهم يحيى السواري ويحيى حمران وأمين دبوان. المهم في الموضوع أن تتصاعد الحركة الاعتراضية ضد هذا الانقلاب، أن لا نؤمن بهذا الأمر، أن نعلن عصيانا، أن نخرج في مظاهرات، أن يكون هناك جهد سياسي للأحزاب وللشباب لرفض هذا الذي حصل اليوم، لأنه الدولة اليوم تم السيطرة عليها والسطو عليها من قبل فكرة مظلمة وجماعة متخلفة. نعم. طيب أستاذ عبد الغني، إذا ما سألت عن توقعاتكم الفترة القادمة في البلد وتحديدا أين سيكون موقع القوى السياسية التي ظلت تحاور الحوثي حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، وما هو المطلوب منها؟ هذا اليوم له ما بعده. الحوثي سوف ينقض على العملية السياسية وسوف يعلق عمل الأحزاب، إذن لابد من أن يكون الجميع صفا واحدا ضد هذا الانقلاب الفاشي. نعم. وأنا أعتقد أن الحوثي سيصعب عليه ابتلاع اليمن. اليمن نعم. أكبر من أن تبتلعها جماعة خارج إطار التاريخ. نعم. الأستاذ عبد الغني الماوري الأمين العام لمجلس شباب الثورة، شكرا جزيلا لك.
شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرات حاشدة لرفض الصدو المسلح على مؤسسات الدولة وللمطالبة بسرعة سلطات الدولة وإنهاء حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد منذ سقوط عاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر الماضية. وأيضا للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ فخر العزب عضو اللجنة المركزية للحزب الوحدوي الناصري. أستاذ فخر بداية مرحبا بك. أهلا وسهلا. أستاذ فخر، كيف استقبلت القوى السياسية ما يسمى بالإعلان الدستوري الحوثي؟ أنا أعتقد أنه القوى السياسية اليمنية مقنعة، لأن ما حصل اليوم هو عبارة عن انقلاب متكامل بكل ما تعني كلمة انقلاب من معنى. الحوثي اليوم يحصر نفسه في زاوية ضيقة وهو عاجز عن أن يحكم، قدم إعلان دستوري يفتقد لأبسط المقومات القانونية، يريد هتنا من المجلس الوطني إعطاء للجانه الثورية التي يريدها أن تتحكم في البلد، وهو ما كان يبحث عنه من القوى السياسية وهو إعطاء شرعية لأفعاله التي أزعجت الشعب اليمني كامل. نعم، برأيك أستاذ فهد فخر عفوا، ما هي الخطوة التالية التي يجب على القوى السياسية القيام بها لرف هذا الانقلاب كما أسميته وكما يسمي الكثير من السياسيين ومن المتابعين للشأن اليمني؟ أنا أعتقد أنه هذه مسؤولية جميع القوى السياسية والاجتماعية أيضا وفي المحافظات، لأن ما قام به الحوثي اليوم يهدد وحدة النسيج الاجتماعي، هو بشكل أو بآخر إعلان للانفصال، لأن الحوثي لا يسيطر فعليا إلا على إقليم آزال، بينما لا يمكنه أن يحكم اليمن كاملة، ولهذا أنا أعتقد أنه على القوى السياسية والقوى الاجتماعية أن توحد صفوفها وأن تتوحد عن طريق رؤية لمواجهة هذا الانقلاب بحيث تعيد المسار العملية السياسية إلى مسارها الصحيح. نعم. طيب بالنسبة للحراك في الشارع، ما المطلوب الآن من الشباب الثائر على وجه الخصوص في هذه المرحلة؟ أنا أعتقد أنه المسؤولية لا تقع على عاتق الشباب فقط، ولكن على عاتق أبناء وأطياف الشعب اليمني بالكامل، ولكن ربما يكون الشباب هم في المقدمة. أنا أعتقد أنه يجب على أبناء الشعب اليمني أن يرفضوا هذا الانقلاب بكل الوسائل، عن طريق المسيرات والاعتصامات، عن طريق العصيان المدني، عن طريق الإضرابات، عن طريق كل الوسائل التي من شأنها أن تعيد العملية السياسية إلى مسارها وتعيد سلطة الشعب إلى الشعب بعيدا عن سلطة الميليشيات والجماعات العنف. نعم، الأستاذ فخر العزب عضو اللجنة المركزية للحزب الوحدوي الناصري، شكرا جزيلا لك. شارك المئات من أبناء محافظة إب في صلاة الجمعة في ساحة الحرية أمام بوابة المحافظة رفضا للصدو على مؤسسات الدولة واختطافها من قبل المسلحين الحوثيين. التقرير التالي والتفاصيل. إن استخدام العنف هو إعلان غير مباشر عن عجز وفشل سياسي. بهذه الرسالة استهل خطيب جمعة إب الثائر الشاب زيد خشافة خطبتي صلاة الجمعة أمام مبنى السلطة المحلية بمحافظة إب، والتي أكد خلالها رفض أبناء محافظة إب وأقليم الجناد الانقلاب الحوثي على شرعية الرئيس هادي ومنزله ووضعه تحت الإقامة الجبرية. الانقلاب على شرعية الرئيس هادي، ونشدد على ضرورة تحرير اليمن من الميليشيات المسلحة، كما نستنكر وننكد ما تقوم به الميليشيات المسلحة في العاصمة
التمسك بخيار الدولة بعيدا عن الوصاية وقوة السلاح والدعوة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاقات السلم والشراكة، مطالب جماهيرية أكد على محافظة إيب في جمعتهم الثالثة الرافضة لحكم الميليشيات المسلحة. الأخوة الظاهرون، إن الحوثيون يسعون اليوم لإيجاد شراكة في السلطة مع الأحزاب والقوى السياسية من أجل الخروج من الأزمة التي تسببوا بها ولإعطاء شرعية محلية ودولية لما قاموا به من عمل مسلح وانقلاب على شرعية الرئيس هادي. رفض شعبي لشرعية وسلطة الأمر الواقعي وسط تزايد الإنفلات الأمني وتعطيل أجهزة الدولة بمحافظة إب وتنامي ظاهرة السطو المسلح والاغتيالات بالمحافظة، عناوين الحالة الراهنة إلى حين عودة الأمن المفقود والدولة الرهينة إلى الحياة. هشام هادي، قناة سهيل، محافظة إب. أقام أبناء تعز اليوم جمعة الوفاة لأبطال السبعين مؤكدين مواصلة النضال لتثبيت سلطات الدولة وإنهاء السطو عليها. التقرير التالي والتفاصيل. جمعة الوفاة لأبطال بساحة الحرية بتعز، والتي تأتي قبل أيام من الذكرى الرابعة لانطلاق ثورة 11 من فبراير. في شهر فبراير لا نعيش ذكرى حدث واحد نحن اليمنيون ولا ذكرى حدثين، نعيش ذكرى ثلاثة أحداث مهمة عظيمة في تاريخنا الحديث والمعاصر. الذكرى الأولى في 17 فبراير ثورة 48. الذكرى الثانية 7 فبراير الموافق لغدا فتح حصار 70 عندما حاصر الملكيون صنعاء يريدون إسقاط الجمهورية. والذكرى الثالثة المعروفة جميع ذكرى 11 فبراير. الحوار مطلب كل عاقل ونداء كل أبناء اليمن، ولكن الجميع يرى أنه قد تحول إلى حوار عبثي ولا تطبيق اتفاق. ظهر أن آخر المستفيقين كان هو الرئيس نفسه المستقيل عبد ربه، ثم الأحزاب السياسية المتحاورة الآن مع الحوثي تتحاور معه بأي طريقة وبأي إثم. أوليس ما صنعه انقلاب؟ لا أقول انقلاب، والله ليته كان انقلاب رضينا. الذي ينقلب تبقى المعسكرات، يبقى كيان الدولة، لا ينهب الأسلحة. هذه عملية مسلح على كيان الدولة اليمنية. رجال عصابات، رجل عصابات يراد أن يكون له أمير المؤمنين، إذا تحاوره بأي إثم؟ أنت تضفي له الشرعية هنا. في هذه الجمعة تستوفي ساحة الحرية بتعز عامها الرابع وبدون أي توقف، وثوارها كما يقولون بأنهم مصرون على الاستمرار حتى تكتمل ثورة وتطبق أهدافها. محمد يوسف، لقناة سهيل، تعز. إلى ذلك، خرجت مسيرة حاشدة في شوارع تعز بعد صلاة الجمعة رفضا للانقلاب، وعبر المتظاهرون عن رفضهم المطلق لكل الممارسات الحوثية الإقصائية التي حولت الدولة إلى إقطاعية خاصة للمسلحين، مؤكدين أن محاربة الفساد لا تكون بفساد آخر، وأن محاربة الإرهاب لا تكون بإرهاب أشد. وفي سياق متصل، طلبت تركيا من مواطنيها مغادرة اليمن نظرا لتفاقم الوضع الأمني في البلاد، ويشهد اليمن أزمة سياسية نتيجة سيطرة الحوثيين على المقر الرئيس أو الرئاسي ووضعهم الرئيس هادي والحكومة المستقيلة تحت الإقامة الجبرية في مسعى لإحكام سيطرتهم على البلاد بعد أن أحكموا قبضتهم على العاصمة في سبتمبر أيلول الماضي. إلى ذلك، شهدت مدينة الحديدة غرب اليمن مسيرات رافضة للانقلاب ومنددة بالقمع والاختطافات والاغتيالات والاستحواذ على الدولة ومؤسساتها.
المسيرات التي خرجت عقب صلاة جمعة أكدت أو صلاة الجمعة أكدت أن لا شرعية للانقلاب، ودعا المشاركون فيها شباك التهامي ومكونات ثورية إلى المزيد من التصعيد. حملت نقابة الصحفيين اليمنيين عبد الملك الحوثي مسؤولية اقتحام مسلحيه مقر صحيفة اخبار اليوم والاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن. الصحافة منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد جماعة الحوثي انتهاكات واسعة واعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام، وطلبت نقابة الصحفيين القوى السياسية التي تحاول وضع مخرج مع جماعة الحوثي أن تعلن موقفا واضحا من حرية الرأي والتعبير. وأكدت النقابة أن الصحفيين يمثلون جبهة متقدمة في الصراع ضد الطغيان للحفاظ على المكتسبات الوطنية للشعب اليمني والتي تحققت من خلال نضاله الطويل. لم يبقى إلا التذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إعلان دستوري يضع اللجان الحوثية محل مؤسسات الدولة. مجلس شباب الثورة يعلن رفضه المطلق للإعلان الحوثي. أسيرات وجمع ثورية في صنعاء وتعز وإب ترفض الاستبداد والعنف. دمتم ودام الوطن بخير، في أمان الله.